ده بقى احلى ماسك قهوة انا بعمله، واسهل طريقة بجد، تحفة تحفة، حاجة كده وهم. معلقة سكر، بعد كده هحط معلقة بن بطلعها، ده السكر لسه، ده انا بطيئة قوي. ايه ده؟ اعملوا لي سبسكرايب وهنزل لكم فيديوهات تحفة بجد. اهي القهوة، وبعد كده هحط بقى اللبن البودرة، وبعد كده معلقة مية، واحلى ميكس بقى، احلى ميكس. للبشرة والايدين والرقبة، بس انا بقى هحط لكم على الايدين بس عشان انا مش بطلع بوشي وكده. ان شاء الله برضو الفيديوهات تعجبكم وتوصل لكم الفوائد عن طريق ايدي. ميكس ميكس ميكس، نفرد بقى على الايدين. هي الساعة دي فوشيا، انا مش عارفة ليه طالعة لونها احمر، والطبق فوشيا برضو مع اني مصورة بكاميرا عادية. هتسيبيه بقى لغاية ما ينشف تماما، وبعد كده تفركيه، تعملي زي سكراب كده عشان النتيجة بتاعته تبقى تحفة. ولو انت بقى بشرتك بتلتهب بسرعة وكده، اشطفي المية دافية وخلاص. بعد المية الدافية بقى اشطفي وشك بنعناع او بقطنة كده، حطي عليها مية ورد وخلاص. بجد ده احلى ماسك انا بحب اعمله، انا بعمله مره واحده بس في الاسبوع عشان انا بخاف يطلع لي حبوب وكده من الزيوت اللي في القهوه واللبن، واللبن البودره برضو يعني بيبقى دسم قوي، ف بخاف عشان انا اقل حاجه بيطلع لي حبايه كده. لازم، وفي نفس الوقت برضو الترطيب عندي بيبقى عباره عن ماسكات عشان بشرتي بيطلع لها حبوب بسرعه، احسن بحط يعني كريمات ترطيب وانام بيها وكده. بس الفترة الاخيرة دي بقى جبت كريمات ترطيب كده، هي سعرها مش غالي ومش رخيص برضو، بس بصراحة حلوة وخفيفة على البشرة قوي. الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله انتظروني، اعملوا لي سبسكرايب وهوريكم كل حاجة. باي باي.